بس يا سيدي الله يسامحك. ممكن بقى تفهمني احنا جايين هنا نعمل ايه؟ بص تحت كده. ده أسامة اللي جايبه هنا. جايب العنصر اللي بياخد التكليفات من الشيخ ياسر. يا أخي يا أخي حرام عليك، ازاي ما تقوليش؟ ده احنا بقالنا سنة دايخين وطالع عينينا عشان نعرف هو مين. أهو جالنا لحد عندنا أهو، أنا وأنت بقى نشتغل عليه لحد. اخلي انت اشرف واسامه، بقول لك اخلي انت. كريم يا سيف، مش دول اللي قتلوا كريم يا حمار؟ هم هدول اللي سكتوا على موته وتأمره ولا اللي قتله؟ ولما تموت نفسك وتموتهم هتراجع اخوك. هات اللي في ايدك ده، هات اللي في ايدك. بعيد يا سيف. ما اريد واحد، انا ما اريد موتك انت يصير على يدي. واحد من عدنا لازم يعيش حتى يدير باله على ابوه. انتبه الطفل يا سيف، اذا خرج الرصاص بيطير.